بس الولية بعد عنك أصرت إنها تنزل معانا. هي حطت رجلها في العربية من هنا، سمعت بس فهيم أفندي بيقول أنا هوديكوا الحتة الفلانية، بعد عنك وش أحمر وأخضر وأصفر، وقالت لا 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 يا أختي على كلامها، أصل أنا مش عارفة أبصر أوديكوا الحتة الفلانية. صح يا بت ولا لا؟ خلاص خلاص يا ماما، صح خلاص صح. في دي بس يا فاطمه ما كانتش لازم توافقيها. قلت هنكت بقى من اولها، اتشائمت، نمشي الموضوع. خلاص كملي جميلك وسيبيها تعمل اللي هي عايزاه. انت رايك ايه؟ انا رايي ان كل اللي انتوا بتقولوه ده ملوش لازمه، محدش فينا يتدخل. سنيه وخطيبها يعملوا اللي هم عايزينه، وبعدين مين اللي هيتجوز، احنا ولا هم؟ ده اللي ربنا قدرك عليه. انتي سالتيني رايي وانا قلته، وبعدين انتوا حرين. بالك يا فاطمه، اللي قاله ابنك ده هو عين العقل. الواد ده مخه نور، مخه نور بجد. بس يا خساره مش عارف ايه اللي مشقلب حاله. على فكره احنا ناسيين حاجه مهمه قوي. طب لحظه واحده لحظه واحده، يا ريت نهدى بقى. ايه بقى الحاجه المهمه قوي دي؟ هنعمل الفرح فين؟ مين هيعمل؟ هما طبعا. هو الفرح على مين؟ على العريس طبعا. على العريس ده ايه؟ احنا ندفع النص وما يدفع النص. المهم هنعمله فين؟ نزلي رجليك عيب كده. حاضر. المهم هنعمله فين؟ ايه رايكم نعمله في الفندق اللي عمل فيه ممدوح فرح؟ لا 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 لا، اقول لك نعمله نزلي في رجليك. طيب نعمله في الاوتيل اللي عملت فيه فريده بنت عمك الكمال فرح. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده ولا كان عاجبني؟ دول كانوا لمين شويه مغنيين مش عارفه لمينهم منين، ولا الرقصه العره اللي عمري ما سمعت عنها. ارحموني ارحموني بقى، كفايه كفايه اللي دفعته. خلاص خلاص هما يدفعوا كل حاجه، احنا ما علينا الا اننا نحدد لهم مستوى المكان اللي يعملوه فيه، احسن يعملوه في اي حته ويفضحونا. لا وفي حاجه كمان اهم من كده يا ماما، نحدد لهم الارتيست. بقولك ايه، احنا عايزينهم يجيبوا عمرو دياب وفيفي عبده. لا 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 لا، سمير صبري ده بيعمل جو ظريف قوي في الفرح. يا ماما عمرو دياب يجنن. انتوا اصلكم بتحلموا، فاكرين ان الراجل هيوافق على طلباتكم بسهوله. وما يوافقش ليه؟ هو مش فرح بنته؟ جرى يا مصطفى انت بتخاف منه ولا ايه؟ ما تشوف يا نبيل ابوك جرى له ايه. انا خايف يا ماما يكون بابا كلامه مظبوط. يعني ايه؟ ده انت اول فرحتي، مش عايز تعمل فرح ولا ايه؟ معقوله يا ماما؟ طب وانا اقول لاصحابي وقرايبنا ايه؟ ده انا كل شويه عمال اقول لسوزي ومديحه ونجوى اصحابي بكره تتفرجوا فرح بلبل ده هيبقى عامل ازاي. يا عالم انتوا بتتكلموا على كيفكم، انتوا مش حاسين بالوضع اللي انا فيه. انا دفعت دم قلبي في الشبكه والمهر. يا بابا ما خلاص مش هندفع حاجه بعد كده. يعني المفروض اطلع للراجل واقول له يا حاج عبد الغفور ان الفرح على العريس، انما لازم انتوا بقى اللي تعملوه، ويكون في علمكم لازم تعملوه في الكندا خمس نجوم، وتجيبوا فيفي صبري وسمير عبد وعلي دياب. فيفي صبري ده ايه؟ اسمها فيفي عبده وسمير صبري، انت مش في الدنيا ولا ايه؟ اعمل ايه؟ ما انتوا تلخبطوا اللي ما يتلخبطش. يا عالم قدروا موقفي، ده انا وزير سابق وليا مركزي وكرامتي. ما هو عشان كده لازم يحطوا في عينهم حصوة ملح وينفذوا كل طلباتنا ورجلهم فوق رقبتهم.